المنبر العلي بفكره الرشيد، به الذكرى به العبرة به التفسير والتسديد، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العلي بدرب آل المصطفى، المنبر العلي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. اكو الانسان عنده نوعين من البيئة، البيئة المادية اللي يعيش بها الانسان، يعني افرض المناخ، الجو، الأرض، المياه، اللي نسميها بيئة، بيئة طبيعية. وأكو البيئة الاجتماعية. البيئة الاجتماعية يعني الإنسان بحاجة إلى أمان، بحاجة إلى كرامة، بحاجة إلى ضمان لعرضه، لأخلاقه، يعني يكون عنده ضمان من الاعتداء عليه، يجمعها كلها الأمان. زين، الإسلام يحرص على توفير النظافة للبيئتين. نبه لي، البيئة المادية يريدها نظيفة لا يكون ملوثة، حتى الإنسان لا يشعر بتقزز أو يشعر بقذارة. ولذلك احنا عندنا النظافة من الإيمان، في الواقع النظافة عندنا من الإيمان. ما أتصور يعني أكو شريعة عنيت بنظافة البيئة مثل الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية تعتبر إماطة الأذى عن طريق المسلمين عبادة، بل حجارة. كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا مر شاف الحجارة بالطريق ينزل يوخرها يلا يروح. بلي، فحرص أكو على نظافة البيئة، حرص على نظافة المجاري، مثلا العامة، المياه، الأنهار، سواحل البحار على العموم. ولهذا يمنع المشرع الإسلامي حتى في حالة الحرب يمنع إلقاء السموم، السموم يمنعها. زين، لأنه المفروض أن الإنسان يقاتل اللي يقاتله، أما الآخرين شنو ذنبهم؟ فعلى العموم البيئة، هذه لعله إلى وقت آخر، البيئة المادية يحرص على نظافتها، والبيئة المعنوية يحرص على نظافتها. يعني أنا أحب أن يكون عرضي في أمان، وأحب أن تكون مثلا سمعتي في أمان، وأحب أن تكون كرامتي محفوظة، كون أيضا أحمل نفس الشعور للآخرين. في أكو حالات معينة
يسمح الإسلام بها بأن يذكر الإنسان بسوء. نبه لي خلينا نشوف من بعد هالمقدمة نرجع للآية الكريمة. الآية أكو بها ثلاث آراء، ثلاثة آراء في معنى الآية نمر بها إن شاء الله خلال البحث. الرأي الأول أن هذه الآية نزلت في الغيبة، أن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. آخر الغيبة اللي الفقهاء يعرفوها بأنها ذكر الإنسان بما ينتقص أفرض من عرضه أو بما يسبب مهانته أو التندر والضحك عليه مثلا، أو ذكرى بما يسوءه. زين، الغيبة المعروفة اللي نعرفها إحنا. الآية الكريمة تقول الله عز وجل لا يحب من الإنسان أن يذكر إنسانا آخر أو ينقده أو يشتمه أو ينتقص من كرامته أو جعل مهزلة إلا من ظلم. شنو يعني إلا من ظلم؟ إلا من ظلم يعني إذا واحد سبب لواحد آخر ظلم. الظلم عندنا هنا نوعين، شوي تفت لعيوني. مرة أكو ظلم الآخرين. شلون يعني ظلم الآخرين؟ يعني واحد يشتغل طيبة الناس، ياخذ قرضة من عندهم وما يسدد القرضة، ياكل أموال الناس، ياكلها. فهذا في مثل هالحالة اللي أمواله مأكولة، إلى حق يقول عن هذا حرامي ولا؟ طبعا إلى حق، إلى حق أن يقول عنه أنه حرامي هذا. لأن هذا مثلا إذا انتهب أموال الناس، الناس عندهم ثقة بي، وهذا يمكن أن يكرر اعتداء على آخرين. إذا كرر اعتداء على آخرين يعني نشر الاعتداء بين الناس. القرآن في مثل هالحالة يقول هذا يجوز ذكرى لتنبيه الناس، في مثل هالحالة يذكر يقول ترى هذا مو مأمون، ترى هذا ما عنده أمانة، ما عنده ذمة، في مثل هالحالة جائز. هاي نقطة. النقطة الثانية أكو لا ظلم ما يتعدى للآخرين، أكو ظلم للنفس. شلون يعني ظلم للنفس؟ يعني مثلا واحد لا يبالي ما يقال فيه ولا ما قيل له، يعني شو تقول بي ما يهمه، شو تحكي يعني ما يهمه، لا هو يبالي ما تقول الناس فيه ولا هو يصلح روحه، يعني لا ما يعني، يعني بتعبير آخر إنسان ما إلى كرامة، ما إلى قيمة، ما يحترم روحه. وهذا بطبيعة الحال هيك واحد لا غيبة له، يعني فاسق متجاهر بالفسق، فاسق ها ومتجاهر بالفسق. وهنا أكو مصيبة، أن هذا الفاسق المتجاهر بالفسق مرة يشتم لواحد مثله، تقول جنس مع جنسه، مرة لا والله يشتم لواحد طاهر، يشتم لواحد نظيف ما يستاهل الشتم، ها هاي المصيبة. ها بلاء ليش يشبهه بلاء عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون. يعني أرجوك أنا لما أسمع الشعبي يجتمع علي بن أبي طالب مثلا يقول علي بن أبي طالب أنا أحلف أن نزلوا القبر ما يعرف لا آية من كتاب الله، شو تنبه لي؟ زين، هذا يقولها بيمن؟ علي بن أبي طالب. شو تقول أنت في مثل هالحالة؟ الشعبي واحد يقول مريت عليه لقيت حاط له مغني صبي يغنيه، تقول شنو هاي أنت قاضي المسلمين؟ قال لي بلى هذا الذي أوتي الحكم صبيا، شايف؟
إذن هذا أرجوك، أنا أشتمه مقابل علي بن أبي طالب، هذا إيش هو شتمه هو؟ لا لا، إيش هو هذا أن واحد يكلمه؟ هذا هي المشكلة يعني. أحيانا واقعا واحد أحيانا ما يسوى شتم حتى يشتم. سموا مثلا ما عندكم موضع للشتم نشتمكم منه فأنتم مسوخ يا بني الطلقاء. الواقع الإنسان يكون بمكان للشتم ينشتم منه، لكن هذا اللي من هالنوع إيش الصور هذا؟ هذا الواقع يترفع عنه الإنسان، ينبغي أن يترفع يصير أكبر، لأن هذا شنو هو حتى يشتم؟ شنو هو حتى يشتم؟ وعجبا لحلم الله، في تاريخ الإنسانية تلقى النموذج اللي ملأ الإنسانية ألم كل من هالنوع، هذا من النوع اللي إذا تدور لك مكان طاهر بيه ما تلقى. بهذا شو تشتم من عنده؟ شو تقول له؟ شو تنقده؟ بيش تنقده؟ ما. هاي الدنيا الدنيا هاي نتيجتها. على أي حال أرجع للموضوع، فإذا أكو عندنا نوعين من الظلم، واحد يظلم الآخرين، واحد لا والله يظلم نفسه، لأن هو لا يعنيه ما قيل فيه ولا هو يعتني بنفسه أبدا. زين، أي تقريبا الرواية الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، من هو اللي غيبته محترمة يعني عرضه محترم؟ يقول، التفت لي والله للرواية، يقول من عامل الناس فلم يظلمهم ووعدهم فلم يخلفهم وحدثهم فلم يكذبهم فذلك الذي كملت مروءته ووجبت مودته وحرمت غيبته. شايف؟ أولا يكون من يتعامل ويا الناس ما يظلمهم، ومن يواعدهم ما يخلفهم، ومن يحدثهم ما يكذب عليهم. إذا ذني شواهين هذا عنده مروءة، كملت مروءته وجبت مودته وحرمت غيبته، يعني هذا إنسان جدير بأن يحترم، جدير بأن يكرم، لأن عنده صدق بالحديث، عنده وفاء بالوعد، عنده عدل بالمعاملة. وذني كلهن يطن مناعة، يعني تصبح غيبته محرمة. أما لا والله، إذا صار يواعد وما يوفي ويتحدث ويكذب ويعامل الناس ويظلمهم، هذا بعد إلى غيبة؟ لا غيبة له. ولهذا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الشيخ الأنصاري يقول اللي تحرم في الواقع الغيبة إنما تحرم إذا لم تكن هناك مصلحة أقوى منها، وإلا يجب العمل بأقوى المصلحتين. شلون يعني؟ مثل إيش؟ يعني مثلا فلان ابن فلان أنا أعرفه يومية، متعامل له ويا واحد ومعتدي عليه، ماخذ أمواله، معتدي عليه، ضيعه، غاشه، هذا بطبيعة الحال أكو مصلحة في أن يفضح حتى الناس لا توقع بحبالته، مصلحة فضيحته أقوى من مصلحة السكوت عليه. ففي مثل هالحالة هذا ما يحترم. أكو حالات الإنسان إذا أكل حق من حقوق الله أو من حقوق الإنسان، عندنا النصوص تعطينا الحق في أن يذكر بشو. شايف؟ يعني شوف مثلا عندنا الحديث النبوي الشريف، الحديث يقول لي الواجد ظل يحل عرضه وعقوبته. خلا اشرح لك اياه. لي الواجد شنو؟ يعني واحد انا احترمته، كرمته، قرضته، اعطيته فلوس وعنده مو ما عنده، مره معشر، معشر ما لي حق اطالبه، يظل الى ان الله عز وجل يس، وان كان ذو عشره فنظره الى ميسره، ما طول هذا ما عنده ما لي حق انا اطالبه، لكن عنده ويملك، نعم،
وما يعطي الناس حقهم، ما كل الناس. فهذا لي يعني الامتناع عن اداء الحق يلتوي لي الواجد، واجد اكو عنده ظلم يقول هذا الظلم شنو؟ هذا يقول يحل عرضه وعقوبته، يعني تقدر تعبر عنه بان حرامي شارك وتقدر تعاقبه. بس شنو عقوبته؟ فقهاء قسم منهم يحمل العقوبه على السجن، لان في باب الفقه الجنائي لما يمرون فقهاء المسلمين يعدون من جمله من يجوز حبسه المدين الذي عنده ما يشد به دينه ولكن يمتنع عن اداء الدين. في مثل هالحاله هذا يجوز عقوبته بالسجن، يسجن ويستخلص منه الحق. نبهلي ليش؟ يعني بطبيعة الحال المجتمع إذا ما تكون بمعاملات مضمونة أشغال الناس توقف. ناس واحد عنده واحد ما عنده، هاي الثروة كنت تنشاب، كنت تنزل إلى السوق تتحرك منشابة، لما تنزل للسوق اللي ما عنده أخذ بشرف وبأمانة، اشتغل وانتفع ورجع للناس حقوقهم. مفروض أن الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، لأن العلائق تزرع مودة في قلوب الناس وتحرك الاقتصاد. فبطبيعة الحال هذا إذا احترم وعده واحترم كلمته ما في شك أنه مشى شغل الناس ومشى شغله، وهو أصبح محترم بالمجتمع ونشر المودة والعلاقات الطيبة بين سائر. وإذا امتنع لا، هذا يعاقب. ها نبه لي. إذن يحل عرضه، يعني إلك أن تذكره بشو، تقول أن هذا احذروا من عنده لأن هذا ظلمني، هذا كني أكل حقي. هذا في مثل هالحالة يعتبر هذا اللون من الكلام في مثل هالحالة مباح، أن تذكره بشو ويحل عقوبته أيضا. وأكو لا والله، هذا حق آدمي هنا، أكو لا حق الله. ومعنى حق الله يعني إنسان مسلم في بيئة مسلمة طيب، بس ما يلتزم بشعائر الإسلام، لا يلتزم بصلاته، لا يلتزم بصدقه، لا يلتزم بصيامه، أيضا من حق الإنسان أن يذكر بأن هذا معتدي على حقوق الله عز وجل، هذا معتدي على حقوق الله، يعني أن ما يتقيد بأحكام دينه. يجوز هنا في مثل هذه الحالة أن ينقد. شايف القاعدة؟ القاعدة أكو إذا تزاحم حقين، شايف هي الواقع من باب المزاحمة، أكو حقين، حق الفرد وحق المجتمع. طبعا حق المجتمع يقدم، الفرد فرد هو عبارة عن لبنة في المجتمع. المجتمع إذا تعرضت مصالحه للهدر وللتعدي ما في شك أن مصلحة المجتمع أهم من مصلحة الفرد. مثل هذه الحالة يصير تزاحم بين حق الفرد وحق المجتمع، وفي حالة تزاحم يقدم الأهم بلا كلام، الأهم هو حق المجتمع، الأهم أن حق المجتمع يحفظ. فالفرد يذوب وعلى أن تبقى هيكل المجتمع هيكل متماسك، هذا هو اللي يحتم المنطق ويحتم العقل. طيب إذن الآية تشير إلى هذا. ظلت أكو نقطة شوية ألفت نظرك إلا، يعني أنا بالوقت اللي الشريعة أعطتني حق بأن أذكر هذا وأنقده، كون يعني بالضرورة تقدر بقدرها، يعني يكون بمقدار ما معتدي عليه، مو أجي أكذب عليه، مو أجي أختلق عليه زيادة، لا يعني لا، يعني المسألة يكون أكو عدل وهو وضع الشيء بموضعه. أما إذا أنا الشريعة أعطتني حق أنا أشتغل هذا الحق وأقوم أحطب أخضر ويابس، لا لا هذا غلط، هذا محرم وممنوع. طيب نرجع إلى المعنى الثاني. المعنى الثاني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول لا، الآية مو نازلة بالغيبة
وإنما نازلة بيش بالتقية. نبه لي شوي الله لهالبحث. التقية الحقيقة هي إظهار خلاف ما يبطنه الإنسان. وش وقت هاي التقية طبعا يستعملها الإنسان؟ استعملها في الموارد التي سمح بها الشرع. أكو موارد الشرع سمح بها باستعمال التقية بإظهار خلاف ما يبطنه الإنسان. زين، عندنا آيات كثيرة بالقرآن مو الشكل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. زين، آيات بالقرآن كثيرة ذات علاقة بهذا الحكم، أحاديث نبوية شريفة، مواقف للسنة، نعم سنة الرسول، كلها تشير إلى أن هذا الحكم أولا باق إلى يوم القيامة. الإنسان إذا كان بين كفار أو بين فشاق مسلمين هل إلى حق أن يظهر خلاف ما يبطن؟ طبعا إذا تعرض إلى الأذى إلى هذا الحق، هذا موجود. وظاهر المسألة عليها جمهور الفقهاء، جمهور مو ككل مو إجماع، لا جمهور عليه. الأدلة على ذلك نعم كثيرة. زين، المسألة الواقع كون احنا نشوفها في نصابها الحضاري، يعني اكو عندنا جماعة لما يمرون يقولون هاي التقية نفاق، تقول له انت يعني من وجهة نظرك يو من وجهة تطبيقية؟ اذا من وجهة تطبيقية نعم كل المسلمين اذا نرجع لهم يقروا هذا الحكم، بس يختلف التعبير عنه. مرة يسموه وسائل وغايات، الغاية تبرر الواسطة مثلا، مرة يسموه تقديم الأصلح، مرة هو ترى يرجع كله إلى التقية. وشان أذكر لك بعض القضايا وبعدين نعود إلى الموضوع. زين، أذكر لك بعض القضايا. الجصاص صاحب أحكام القرآن يقول يعني الإنسان يشغله إذا تعرض دمه وتعرض إلى ما هو دون الدم يشغل إظهار كلمة الكفر. طيب، وهذا من فقهاء الأحناف الضخمين. زين، احنا ليش نرجع إلى الفقهاء؟ تعال نجي إلى فعل الرسول. النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يهيئ جيشه إلى فتح مكة، راد يهيئ الجيش إلى فتح مكة، طبعا كتم ذلك، نعم كتمه تماما عن المسلمين، بحيث كل احد ما يدري ليش. يعني قالوا انتوا تهيئوا وين؟ ما تدري، بعدين احنا نحدد لكم المكان اللي ترحون اليه. لما كتم ذلك حتى لا قريش تتهيأ، طبع عليه الحجاج ابن علاط السلمي، هذا دخل على النبي صلى الله عليه واله، قال له يا رسول الله انا استنتج من بعض المقدمات ان احنا متهيئين رايحين الى مكة، الى فتح مكة، هذا اللي استنتجه. ولو فرضنا يعني بناء على هذا الفرض، انا اكو عندي عائلتي هناك، وانا اذول يدرون انا مسلم وعندك قاعد، وعائلتي كلهم هناك بمكة، وطبعا من اروح انا اشوف عائلتي راح اتعرض الى ضغوط، بس اطب يقولوا لي تعال انت هناك قاعد عند النبي، وشكو هناك شكو ما كحشينا، واحيانا قد يضغطون علي حتى انال منك اشتمك. شنو يا رسول الله موقفي شنو؟ قال النبي افعل، لا تتوقف ابدا، حتى اذا لزم الامر شتمي يشتمني، ما اقول تحفظ دمك. زين، حتى اذا لزم الامر ذلك موجوده، شوفوا كتب السير،
شوف سيرة ابن دحلان، السيرة الحلبية في باب فتح خيبر، شوف مثلا في أمكنة كثيرة أيضا من السيرة تذكر هاي الحادثة. إذن عدنا الأدلة القرآنية والأدلة من السنة النبوية وأدلة العقل أيضا، لأن هاي باب تزاحم مهم وأهم. يعني تأمل، بعض الصحابة تعرضوا إلى ضغوط والتجأوا إلى أن يظهروا خلاف ما يبطنوا، بس وين مثل ما قلنا أن هاي ضرورة تقدر بقدرها، يعني مو قاعدة، يعني الظل ضرورة تقدر بقدرها. يجيوك هذول البعض اللي قلت لك أن هذا يعيش على نصاب حضاري معين، هاي شنو هذول عندهم التقية، والتقية يعني نفاق، هذول عندهم إظهار خلاف ما يعتقدون. كل زين، إذا الشريعة أنا انطتني هذا وأنا في مناخ، أنا في مناخ ما يسمح لي أن أظهر عقيدتي، وعقيدتي سليمة مو منحرفة، شو أسوي في مثل هذه الحالة؟ ها؟ شاهدوا هم تعرضوا إلى ما تعرض إليه الشيعة حتى يعرفون شكو الدنيا؟ هم دول تعرضوا إلى تلك المذابح، يعني فد يا أخي فرد كلام. والله أنا شفت لي فتوى لواحد من فقهاء المذاهب الإسلامية، ابن عابدين، زين، هذا من فقهاء الأحناف، يجعل يأمر أو بالأحرى يبيع قتلنا وسفك دماءنا. شنو يقول؟ دول يطولون ألسنتهم على أم المؤمنين، يرمونها بالزنا. أنا هذا ما أدري عنده دين هذا لو ما عنده دين، يحترم نفسه أو لا، وين هذا؟ بيا مكان هذا موجود. والحال إحنا عندنا هالمسألة بالذات أيضا، ولا حتى واحد من سفهاء من السفهاء في تاريخنا ما تصدر منه هيك كلمة أبدا. عرض النبي مصان محترم موفور، هيهات أن يرمي الله عز وجل نبي من أنبيائه أن يبتليه بهذا اللون، محال، معاذ الله. وبنفس الوقت عرض النبي محترم، وعرض النبي محفوظ من قبل الله عز وجل، وما أكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يمكن أن يرمي عرض النبي بشيء من هذا. لما تسأل تقول له يا أخي مو أنت هاي فتواك سببت مذابح، هاي فتواك سببت مذابح، منين لك أنت هاي الفتوى؟ منين جايبه؟ منين دليلك؟ شنو وين؟ اكو عندك كتاب؟ احنا عندنا هاي موجودة كتبنا ملء الدنيا، اكو كتاب تستند اليه يقول ان زوجة النبي صلى الله عليه واله حاشا لله او معاذ الله اقترفت المحرم؟ مو هذا موقف امامنا؟ مو هذا موقف امامنا وياها؟ بالمعركة ما بين الاشلاء كل ما قال لها ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك. وشنو كان موقف علي بن ابي طالب؟ يعني شنو اللي موقفه؟ موقفه كان خايف منك علي بن ابي طالب؟ ها؟ لو يريد بربع ساعه يجند لك مثل غيرها، لكن لا، مو شي علي بن ابي طالب في خشن في ذات الله، لكن يعرف ان عرض النبي وموقف النبي. ولذلك لما قالوا له ننهب من المعسكر قالهم من منكم يرضى ان يرجع بحليله رسول الله الى بيته؟ تروحون تنهبون انتم تاخذون شبايا، تاخذون بيكم واحد يجرأ ياخذ زوجة النبي؟ فتأمل، هذا احنا موقفنا وهذا تاريخنا. فمنين هذا اللون من الفتاوى التي لا تستند الى دليل؟ شو تنبلي فتاوى تؤدي الى هاللون من المآشي العجيبة الغريبة؟ ارجوك انا لما اعيش في شي اجواء، ها؟ يعني إذا تعرضت إلى ضغط وأردت أن أظهر خلاف ما أبطن، شو أسوي أنا في حالته؟ أنت تجبرني في ظرفي، وأنت عندك عشرات الحالات المماثلة، عندك عشرات الحالات المماثلة في تاريخك. فليجي الإنسان مثلا يشيل ذنب يذب على عاتق غيره وهو عنده مثله، لكنه هذا الشيء المثل ما يعترف به. لا، الواقع الإنصاف والعدل يقتضي أن الأمور تعالج بموضوعية،
الأمور تعالج نعم بموضوعية. وإحنا نعرف أن الصحابة أنفسهم تعرضوا إلى مواقف واضطروا أن يظهروا خلاف ما يبطنوا، اضطروا استعملوا هذه الرخصة التي أباحها الله عز وجل لهم. زين، من بعد هالمقدمة نرجع. يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني إلا من أجبر وأكره على أن يقول ما ليس يعتقده، لزمه وعرضه إلى الإجبار أو إلى القتل حتى يقول، حتى يتخلص منهم بكلمة. إذا ما تخلص منهم بكلمة راح يعرض دمه إلى الهدر. في مثل هالحالة الشريعة لا تنطي الحق، الشا هو حقها شو تنبه لي، تنطي الحق في حفظ دمه مرة. لا والله يريد ويقول لا أنا ما أريد أسوي هذا، إلك أنت يعود إلك سلطنة على نفسك. لأنه أتخطر مشيلمة جابوا له اثنين من الصحابة، جابوهم إليه دخلوهم عليه، التفت الواحد قال له ما تقول في نبي الله؟ قال له رسول الله نبي الله. قال له وأنا؟ قال له وأنت نبي. قال له زين أنت على حق اطلع روح. التفت إلى الثاني قال له ما تقول فيه وفي رسول الله؟ قال له أنا أصم ما أسمع. مرتين ثلاث قال اضربوا عنقه قتلوا. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال أما أحدهما فآثر أن يستشهد في سبيل الله، وأما الآخر فاستعمل رخصة رخص الله له فيها. وهذا اختار شيء وهذا اختار شيء. إذن معناه كون الإنسان يملك هذا الحق يبقى الباب مفتوح أمامه، يريد هو لا يعيش على أجواء بطولية أخرى شيء آخر هذا يعود إلى، لكن هذا الحق موجود. ومو معناه نفاق، ما ممكن الشريعة الإسلامية تعطي الإنسان الحق بعمل شيء ونسميه نفاق، لا مو نفاق، هذا مو نفاق. وإنما كل العقلاء يذهبون إلى هذا، وهذه مسألة ما أصبحت موضع اختلاف في أن خصوصا في حالات تاريخنا مع الأسف، يعني تاريخ لا يرحم. يعني ما أحب شوية أحط إيدي على بعض الدفائن أن بشها، تتصور تعرض من يوالي أهل البيت إلى ألوان من الضغوط لا حدود لها. نعم ألوان من الضغوط لا حدود لها. أنا دائما هاي الكلمة أذكرها، هذا واحد يقول ما ندري ما نصنع بعلي بن أبي طالب، ما ندري إذا أحببناه قتلنا وإذا أبغضناه كفرنا. هاي مصيبة، يقول تبغضه تكفر، تحبه تبتلي على العمر. ها وفعلا هذا اللي حاصل، ولكن مع ذلك ما عند الله خير وأبقى. وحياتك هاي الحياة خالص منتهية، ماكو واحد يظل هنا. ها لا شجاع يبقى فيعتنق البيض، ولا آمل ولا مأمول، غاية الناس بالحياة فناء، وكذا غاية الغصون الذبول. كون الإنسان يبقى على صلة بهذا المنبع الطاهر، بمنبع آل الرسول، وبعد ذلك الدنيا بجميع ما فيها منتهية زائلة. لكن الذي لا ينتهي ولا يزول تلبية نداء القرآن، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، أرجوك أنا وليه مهما كلف الأمر. وفعلا هذا تاريخنا. ورحم الله الكوميت، ألم ترني في حب آل محمد أروح وأغدو خائفا أترقب، فطائفة قد كفرتني بحبهم، وطائفة قالوا مشيء ومذنب،
فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. على العموم زين بعض المفسرين الآية يصرفها المن إلى الجانب هذا. زين الرأي الثالث لا، أن الآية لا نازلة بهذا ولا بذلك. الآية يقول نزلت بسبب. شنو هو السبب؟ السبب يقول واحد نزل ضيفا على آخر بالصحراء، هذا يمشي بصحراء وشاف له خباء والليل قارب أن يجن، وتعرف الصحراء بها حيوانات مفترسة يتعرض بها الإنسان آنذاك إلى نهب إلى سلب، شاف له خباء استضافه ما ضيفه، لم يضيف فبات ظلت هناك إلى جانب الخباء إلى الصبح، ما أعطى شيء من حقوق الضيافة، رجع ذكره بسوء، فنزلت هذه الآية أن هذا انظلم ظلمة. شلون ظلمة؟ لأن هذا ما أدى للحق الاجتماعي. التفت لي، لأن إكرام الضيف استضافة الضيف هذا أمر أولا قبل أن يجي الإسلام هو عميق في تاريخ العرب وعميق في تراث العرب موجود يعني، بل أكثر من هذا، أكثر من هذا كان الواحد من عندهم يقدم الضيف على نفسه، يعني قد يرجع إلى بيته يأخذ طعام أطفاله طعام عياله يناوله إلى الضيف ويبيت طاوية. يعني لا تصور هذا يبالغ الشاعر، يقول أبيت خميص البطن عريان ثاويا وأؤثر بالزاد الجليس على نفسي وأمنحه فرشي وأفترش الثرى وأجعل ستر الليل من دونه لبسي. لا تتصور أن هذا كان يبالغ، لا، هذا جدا طبيعي في تاريخهم وجدا طبيعي في تراثهم، بل الواحد من عدهم كان يفرح إذا جاءه الضيف، وإذا ما حصل على ضيف قد يحزن. ولذلك يعدون نيران العرب، النيران اللي كانوا العرب يشعلوها 14 نار، نار منها نار الحرب واللي يعبر عنها القرآن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، نار منها نار الحلف إذا صار عندهم حلف أو معاهدة يقودون النار يلتفون حوله ويعقدون معاهدتهم، نار 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 إلى آخره، ومن جملتها نار القرى، هي 14 نار عندهم. نار القرى شنو؟ أكو ليلة ممطرة، ليلة شاتية باردة. طبعا أنا ذاك وسائل النقل كانت هالحيوانات، يطلع هذا يدرك الليل وهو بالطريق وما يدري إلى أين يأوي، يهرب من برد أو يهرب من خوف أو رعب، يوجوا له نار يوقدوا له النار حتى إذا شاف النار عن بعد يعرف أكو حي هنا. ويقول الشاعر لمعت نارهم وقد عشعش الليل وتاه الحادي وحار الدليل فتبينتها وقلت لصحبي هذه النار نار ليلى تميل. زين، فكانت هاي النار يعبروا عنها نار القرى، انه يوقدونها النار حتى اذا صار الليل يهتدي. منو يهتدي؟ الضيف يهتدي، التائه يهتدي، الخائف فيستقبلوه. هو فعلا نمط من انماط التراث اللي نعتز به، نمط الواقع من انماط تراثنا، يعني تقدر تسميها حضارة البادية، تقدر تسميها قيم البادية، قيم القرى، قيم البادية اللي كانت موضع فخرنا وموضع اعتزازنا أن عدنا آباء من هذا النوع. مو يقول حاتم بن عبد الله عند غلامة اسمه يسار، غلامة يسار إذا صار الليل يلتفت إلى غلامة يسار يقول له أوقد فإن الليل ليل قر، وجه النار الدنيا باردة، يقول له أوقد فإن الليل ليل قر والريح
يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر. يعني تأمل فنعطي هزك والله من أعماقك. وهذا خصوص هالبيت، هذا شلون بيت هو؟ هذا بيت حاتم الواقع من مفاخرنا، وعنده أولاد غاية بالروعة. تعرف هذا ابن عدي ابن حاتم، أولاده ثلاثتهم راحوا بصفين بين يدي الإمام علي، وهو إجى لي سهم وقع بعينه. هم دول فرد بيت، بيت بيت شرف، بيت سماحة، بيت كرم، بيت مجد، من البيوت اللي يعتز بها في واقع الأمر، من البيوت. والله أكو في تاريخ التشيع أنماط غاية بالشرف، أي والله، يعني تبعت الاعتزاز في النفس. على العموم، هذه النار هي نار الضيف. الضيف كان مسألة الضيافة تمتد في تراثنا، تمتد إلى أعمق الأعماق. زين، إجا الإسلام أيد هذا المعنى، دعم. الحديث النبوي الشريف يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ضيفه يقول إذا كان يؤمن بالله، والضيف يعني خصوص الضيافة كانت منبعثة عن حاجة. هسه أنا شفت بعض الفقهاء المتأخرين يقول هاي المسألة خلصت انتهت بعد. شلون يعني انتهت؟ يقول ما عاد إلها موضوع، لأنه الآن أصبح في كل مكان أكو فندق وأكو طعام وأكو واحد، ما حد يطلع، وسائل النقل موجودة، ينتقل من بلدة إلى بلدة. خلص هاي إذا صار من النوع تصبح سالبة بانتفاء الموضوع، مثل ما يقولون. إذا صارت سالبة بانتفاء الموضوع ماكو إشكال، لكن إذا لا والله وجدت، وجد ها ووجد وأنت مؤهل، مرة أنت مو مؤهل، ما عندك أحد مثلا حتى تستضيف، أو ما تقدر تكرم واحد، ما إلى قابلية، شيء آخر طبعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مرة لا والله أنت مؤهل وتقوى على استقبال الضيف، الضيف في واقع الأمر هنا الإسلام يحث على مكارم الأخلاق، ومنها هذا. والضيافة عمل الأنبياء، وأول واحد فتح دارا للضيافة كما يقال بتاريخنا إبراهيم الخليل سلام الله عليه، إبراهيم الخليل صلوات الله عليه. وهذه كانت سنة الأنبياء. لا تنسى شعيب استضاف موسى عليه السلام عندما شقى لابنته ورجع إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكان فعلا جائع يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى ضيافة. وجاءت ابنة شعيب قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، إلى آخره. استضافة هي هاي شيم الأنبياء، هذه الواقع شيم الأولياء، شيم الأمجاد، أن البيوت التي تعد للضيافة بيوت تحلها الرحمة، بيوت يحلها رضا الله عز وجل ورحمة الله. وزين، كانت بيوت أهل البيت بيوتا معدة لذلك. ها؟ شنو شي يقول سيد جعفر أو سيد حيدر رحمة الله عليه؟ قومي الأولى عقدت قدما مآجرهم على الحمية، لا ظيموا ولا اهتظموا الهاشمون، وكل الناس قد علموا بأن للشيخ أو للضيف ما هشموا، والمطعمون قرا طير السماء، ولهم بمنعة الجار قدما يشهد الحرم. هكذا كانت ديارهم، كانت ديار آل أبي طالب محلا للوافد وللضيف وللقادم. وضرب الدهر ضربته ودارت الأيام، وإذا بالليالي تمر على تلك البيوت وقد أوحشت وقد خلت من أهلها، وإذا بالليالي تمر على البيوت، وإذا ليس بالبيوت إلا نائح ونائحة،
وهذا المعنى اللي شلب راحة أخت الحسين، خلاها ما تهدأ لما رجعت وعادت إلى المدينة. شو تقولها للمدينة؟ تقولها خرجنا منك بلا أهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. مو يمرون دول الشمات، مر هذا مر عمر بن سعيد الأشدق على بيوت آل أبي طالب، سمع النياح أنشأ يقول: عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب. كان موضع شماتة، لأن يمر عليها هاي بيوتهم ما تسمع بيها إلا النحيب واللوعة، وأخت الحسين تجول من دار إلى دار. وحقك لو شهبت الدار ألا جيها بدمع شجاب أشوف ورسومكم بها واستمري الأحباب والذكار ثناياكم وتكوم قبال الباب، تمسك بعضادة الباب وتجول ترى المحاريب خالية. خويا نهار والعقل وليالي والدمع جاري، أعيش بين هذا وذاك أقضي الليل ونهاري، لا هي دمعتي تنشب ولا تنطف ناري، لا هجعة تجين بليل ولا فرحة تجيب مصباح. تمر إلى محراب الحسين تجلس تبكي حتى تسقط دموعها على الأرض. بغض هياد دهر بكم يعود، أرد أشيل راس بكم ردود. تلك الديار خلت من أهلها وغدا، وحشوا الفلا في ديار الأهل. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات: يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة. احشرنا اللهم يوم تحشرنا في ظلال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.